فإن سورة البقرة سورة عظيمة جليلة، فهي أطول سور القرآن وأول سورة وردت فيه بعد الفاتحة. وقد ذكر أنها أول سورة نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم بعد مقدمه المدينة مهاجرا من مكة. وقد جاء أنها أعلى القرآن وذروته، روى الإمام أحمد وغيره من حديث معقل بن يسار رضي الله عنه، ورواه الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البقرة سنام القرآن وذروته. قال ابن قتيبة: أراد بقوله سنام القرآن أي أعلاه، كما أن السنام من البقرة أعلاه، فسورة البقرة أعلى القرآن وسنامه وذروته، قيل لطولها لكونها أطول سور القرآن، وقيل لكثرة ورود أسماء الله تعالى فيها، وقيل لاحتوائها على أحكام كثيرة ليست مذكورة في غيرها من السور، فإن فيها من الأوامر الكثيرة ما يتحقق به الرفعة الجليلة في الدنيا والآخرة. فسورة البقرة أكثر سور القرآن أحكاما وأجمعها لقواعد الدين أصوله وفروعه، فلا يعلم معنى ما فيها إلا فقيه عالم. ولذا فإن ابن مسعود رضي الله عنه كان في بعض المواضع إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وصفه بالذي نزلت عليه سورة البقرة، فقال ابن مسعود رضي الله عنه في جمع أي في مزدلفة: سمعت الذي أنزلت عليه سورة البقرة في هذا المكان يقول: لبيك اللهم لبيك. وقال ابن مسعود وهو في موضع بمنى: من هاهنا رمى الذي أنزلت عليه سورة البقرة، ولما فرغ من حجه قال: اللهم اجعله حجا مبرورا وذنبا مغفورا، ثم قال: هكذا رأيت الذي أنزلت عليه سورة البقرة صنع. وقد خص عبد الله بن مسعود رضي الله عنه سورة البقرة بالذكر لأنها اشتملت على معظم أعمال الحج، ولأنها أكثر سورة حوت أحكاما وفقها، فلا يعلم ما فيها إلا عالم فقيه. ولذا كان لحفظ سورة البقرة ولتاليها والعالم بأحكامها شأن عظيم. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: نودي في الناس يوم حنين: يا أصحاب سورة البقرة، فأقبلوا بسيوفهم كأنهم الشهب، فهزم الله المشركين. فأصحاب سورة البقرة خاصة الخاصة،